تجربة كانت جميلة بزاف. بغيت نشكر حسن بركة على الفكرة ديالو وعلى الدعوة ديالو. أنا من عشاق المغامرات، ولكن عمري ما تخيلت أنني شي نهار غادي نقدر نعوم في الماء ديال الجليد. أي سويم تجربة زوينة، والجميل فيها هو أنه تحدي ماشي مع الناس الآخرين، تحدي مع نفسك. وكنشجع جميع المغاربة أنهم يقوموا بهالتحديات، لأنه كتعاون على المورال يكون مزيان وعلى الطاقة الإيجابية. إحساس كان زوين.